الحقيقه مهرجان نبته هو من الفعاليات المهمه جدا اللي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان العالمين، وبيعتبر هو المولود الرئيسي للمهرجان. ده نابع من اهتمام المهرجان بالطفل، بوجود فعاليه بتهتم بالاطفال وتربيه النشأة على اسس ابتكاريه جديده. مهرجان نبته للاطفال بيعد حدث فريد من نوعه، بيهدف لتعليم الاطفال صناعه المحتوى وتعزيز خليني اقول الثقافه من خلال مجموعه متنوعه من الانشطه المكثفه اللي بيشهدها المهرجان، وفي مشاركه عدد كبير قوي من الفنانين البارزين، من بينهم طبعا الفنانه القديره سوسن بدر، الفنان حاتم صلاح، عبد الرحمن جويش. بيحمل المهرجان شعار الطائر ابو قردان واللي اطلق عليه اسم كيكو في اشاره لحب هذا الطائر لطبعا الفضول وجمع المعلومات وعن هذا الطائر بالتحديد. الطائر ده بيعكس كده روح المهرجان في تشجيع الاطفال على الاستكشاف والابداع، وكمان بنلاقي ضمن الفعاليات بودكاست كيكو مع الأطفال. فخلونا نعرف أكتر عن بودكاست كيكو من خلال يوسف حشيش، مذيع ومحاور الأطفال بنبتة. مساء الفل عليك يا يوسف. مساء الفل يا بسنت، أخبارك إيه؟ أنا تمام، وأنا مبسوطة قوي إن أنت موجود في نبتة، لأنه أنت عندك طريقة. أنت في البداية كده بس الناس اللي ما تعرفش مين يوسف، يوسف انفلونسر وابتدى مشواره. أنا مش عارفة لو أنت ابتديت كده، بس أنا لما أنا عملت لك فولو كنت بشوفك بتعمل فيديوهات عن الولاد والبنات، وفي الحقيقة طريقتك سلسة جدا، توصل في كام ثانية كده بتوصل المسج اللي انت عايزها بكل سلاسة. انت ابتديت كده فعلا؟ والله. دي البداية فعلا الحقيقة. طيب يعني خليني اقول، انت النهاردة الطريقة اللي بتقدر توصل بيها للناس دي اكيد خلتك تقدر تتكلم اكتر مع الاطفال، او سهل ليك ان انت لانك بسيط. فهمت ازاي الولاد اللي بيجوا يقعدوا معاك فكره البودكاست؟ خليني اقول بصي، انا بصراحه استخدمت اسلوب ممكن يكون مختلف شويه، ان انا ما تعاملتش معاهم ان هم اطفال، فاللي هو بقى الاسئله اللي بيبقى شكلها طفولي جدا وكده، لا انا اتعاملت معاهم كانهم نجوم داخلين يعملوا لقاء. واحساسهم برضو ان في كاميرات واضاءات وبيلبسوا المايك والناس كلها باصه لهم ومش عارف ايه الكلام ده كله، فحبيت ان انا اخدهم في التجربه دي، ان هو احنا كلنا هنا قاعدين عشان نسمعك، مش ان انت مجرد طفل وهنسالك سؤالين ونهزر مع بعض وخلاص نمشي. لا، انا كنت حابب جدا ان انا ادخلهم في مود ان انا اليوم ده كله معمول عشاني، ان المهرجان ده كله معمول عشاني، عشان هي دي حقيقه. ان مهرجان نبته هو معمول كله على بعضه اصلا عشان خاطر الطفل يعني. فحبيت ان يبقى كيكو ستوديو، كيكو ده اللي هو الكاركتر او الشخصيه بتاعت المهرجان زي ما انت قلتي، يبقى الاستوديو ده هو ده المكان اللي هو بيحس بيه ان هو في كده زي ما بيقولوا التركيز كله هيبقى معايا انا دلوقتي، زي ما هو جوه بيبقى قاعد قدام الستيج والتركيز كله على النجم اللي كان عامل عرض معين او كده على خشبه المسرح، فالاستوديو ده هو بقى اللحظه اللي بيحس فيها ده انا النجم بتاع اليوم. فكنت دايما بوصل لهم الاحساس ده، فبلاقي منهم استجابه لذيذه جدا ومتحمسين قوي ومبسوطين قوي، والاهالي كمان اتبسطوا قوي من التجربه، حسوا اللي هو طب انا كمان ابني لسه ما صورش او بنتي او كده، فالاهالي كمان اتشدوا ان هم ولادهم يشاركوا يعني في حاجه زي كده. وكان هو الهدف منه بكل بساطه ان احنا ندردش معاهم ونعرف اكتر بيفكروا ازاي، بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه. ان زي ما انت عارفه اكيد الاجيال الجديده تفكيرهم مختلف. انا كنت لسه هقول لك ان في دراسه بتقول ان كل جيل اذكى من الجيل اللي قبله ب 60% اكتر، وبالذات الجيل ده كمان هم عندهم انفتاح كبير قوي على التكنولوجي والسوشيال ميديا وحاجات كتير، وهم الاطفال معروفين باللماضه. فاحكي لي كده عن يمكن مواقف كانت انت نفسك كده حسيت انه يعني في لماضة شوية في الموضوع. مش لماضة على قد ما انا حسيت اللي هو مثلا في اسئلة هم حسوني اللي هو احنا صغيرين عشان تسألنا السؤال ده، ولا يعني اللي هو مثلا زي بتحب تتفرج على كرتون ايه؟ لا انا اصلا ما بحبش اتفرج على كرتون، انا بتفرج على مسلسلات. فاللي هو معلش حقك عليا يعني لو انا سالتك سؤال. اعذرني. اللي هو بالظبط، هو تطلعاتهم فعلا اوسع مننا بكتير ايام ما كنا في سنهم. فدي من الحاجات برضو اللي كانت بالنسبه لي مفاجاه، اللي هو ايه ده في طفل عنده 7 8 سنين اصلا مش بيتفرج على كرتون، ده بيتفرج على مسلسلات، ده دخل في حته ليفل اعلى بكتير.
وطبعا بقى مع اللمضه والشقاوه وان هو عايز طبعا بقى اي حركه بتحصل ورا الكاميرا هو طبيعي كطفل بعينه بتروح ناحيه اللي بيلعب واللي بيغني واللي بيهزر وكده، فبحاول دايما اللي هو ممكن تركز معايا عشان احنا بنعمل لقاء، فكده دي الحاجات اللي بيبقى فيها هزار شويه معاهم ان هو لما تركيزهم بيروح مني عشان اليوم برضو كان فيه انشطه كتير قوي، ورا الكاميرا في ناس كتيره بتعمل حاجات كتيره جدا، فالطفل برضو صعب عليه قوي ان هو يفضل مركز معاكي مركز وسط معاك. الحاجات الكتيره اللي بتحصل ورا الكاميرا يعني. انت ايه الاسئله اللي كنت بتركز عليها في استوديو كيكو؟ يعني ايه الحاجات اللي انت كنت حابب تطلعها من الاطفال تعرفها انت اكتر، عندك بتصير فضولك عن الجيل ده؟ كنت حابب جدا اعرف هم بيتفرجوا على ايه وما بيحبوش يتفرجوا على ايه، بيقضوا وقت فراغهم ازاي، لما بيمسكوا الموبايل بيفتحوا اي ابلكيشن وبيتفرجوا على ايه، برضو على الانترنت، لو معاهم فلوس كتيره فجاه هيشتروا بيها ايه، ببقى حابب اعرف برضو كل طفل ايه اهتماماته، لو هو اللي في ايده ان هو اللي يصرف مش اهله هيبقى عايز يشتري ايه او عايز ايه، لدرجه ان انا سمعت مثلا اجابات عجبتني جدا اللي هو احكي لنا لا اكتر. مش هصرفهم ده انا هحوشهم وممكن نستخدمهم في حاجه تجيب لي فلوس عشان فلوسي ما تخلصش، فلقيت ان في اطفال ده عمار كام سنة عندهم يا يوسف؟ ده كام سنة ده؟ تقريبا اكبر سن قعد قدامي كان 13 سنه، فبادئين تقريبا من 4 سنين لحد 13 او 14 سنه بالكتير قوي، لكن اللي قال لي الاجابه دي كان تقريبا عنده 8 سنين، قال لي عنده لا انا وعي مش هصرف استثماري، حاجه. عنده 8 سنين. عنده وعي قوي جدا يعني، وبيقولها بكل ثقه يعني لا انا مش هصرف حاجه، انا بالعكس انا هحوشهم ولما هحتاج حاجه مهمه هبقى اخد من الفلوس دي. فاتبسطت يعني اللي هو لا ده كنت متوقع بصراحه الاجابات كلها اللي هو هجيب حلويات هجيب لعب هجيب لبس، لا لا يعني ده زمان وانت صغير الكلام ده، دلوقتي ده الموضوع زمان اختلف. بقى، لا دلوقتي في استثمارات وكده، بالظبط، واللي قال ان في هو طموح. لا ممكن يديهم لاهله، واللي قال لا مش عارف اعمل ايه، فلقيت في اجابات فعلا عكس المتوقع يعني من اطفال في عمرهم يعني. حسيت بفجوه كبيره، خليني اقول، بين جيلنا وجيلهم. الى حد ما بس حاسس ان هي فجوه يعني ممكن تتقرب لو اشتغلنا عليها، مش الفجوه اللي هي يا نهار ابيض ده احنا بعاد جدا عن بعض، لا يعني فجوه لو يعني ممكن نقرب بشكل قوي يعني من بسهوله ان شاء الله يعني، بس محتاجين حبيت عشان كده التجربة دي يا يوسف، حابب انك تكررها تاني. جدا 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 ان هو التعامل مع الاطفال ليه يعني حلاوته كده ولذته بشكل خاص، ولما بيبقى اليوم كله عبارة عن شغل الأطفال بيبقى ليه روح مختلفة، وطبعا المهرجان على مدة ال4 أيام بتوعه من أوله لآخره معمول للأطفال، فكانت تجربة بالنسبة لي أنا يمكن تكون كانت ممتعة أكتر من الأطفال كمان يعني، ممتعة بالنسبة لي أكتر منهم، إن أنا حابب جدا اللي بيحصل، وفعلا كل الحاجات اللي اتعملت على مدار ال4 أيام حاجات مختلفة، مش اللي هي أي حاجة وخلاص، لا بالعكس حاجات مختلفة واتبذل فيها مجهود، وكانت معمولة فعلا فعلا عشان تعيش الطفل تجربة مختلفة وعشان تفيده، وبتخاطب الأطفال باللغة الجديدة بتاعتهم، فهم فعلا تحمسوا واتفرجوا وقعدوا وحضروا، يعني بشكل عام لا كانت تجربة جميلة جدا، وأحب طبعا إنها تحصل يعني أكتر من مرة على مدار السنة كل السنين يعني. هل ده اداك يمكن فكرة كده إنك أنت وكل الإنفلونسرز على السوشيال ميديا أنتوا ليكوا خليني أقول تأثير كبير على العديد من الناس اللي بيتابعوكوا، ويمكن تأثيركوا النهاردة أكبر بكتير من كتب من حاجات تانية، إنه لأنه أسهل حاجة بقت في إيدينا كلنا هو الموبايل، هل ده إداك فكرة إنك بعد كده ممكن تقدم محتوى يخاطب يمكن الشريحة دي أو الأطفال شوية، حابب تعمل ده في المستقبل؟ طبعا يعني أنا قبل المهرجان كنت بدأت أفكر إن طب وإحنا ليه ما بنعملش كونتنت على السوشيال ميديا خاص بالأطفال، ولما جات لي الفرصة بتاعت مهرجان نبتة اللي بشكر فيها طبعا استاذة نشوى جاد على ان هي اللي ادت لي الثقة دي كلها، حسيت ان هو طيب انا هجرب اشوف انا هعرف فعلا اتكلم مع الاطفال ولا لا،
هيبقى في لغة حوار، في كيمياء ما بيننا، ان برضو الاطفال مش اي حد يعرف يطلع منهم كلام يعني حقيقي بشكل سلس. حقيقي. فلما التجربة الحمد لله مشيت بشكل جميل، وكمان ما هتتعرض على السوشيال ميديا هيبان بقى ردود الافعال اكتر يعني من الناس، فحسيت ان انا لا يعني انا محتاجه اركز اكتر في الفكره دي، ان وجودنا وظهورنا على السوشيال ميديا محتاج يبقى فيه جزء منه لازم بشكل يعني ضروري للاطفال، عشان يعني يبقى لينا تاثير حقيقي يعني. اكيد يوسف، انا متاكده ان هي كانت حلوه قوي ودمها خفيف، وانت يعني بتحكي كده وشرحت لنا يمكن فكرتنا شويه باحمد حلمي زمان لما كان بيقدم برامج للاطفال، وقد ايه هو كان بيتعامل معاهم ان هم كبار في السن. فانا متاكده ان المحتوى اللي انت قدمته في نبته فعلا دمه خفيف، وقدرت تطلع حاجات لذيذه قوي من الاطفال، واحنا متحمسين قوي ان احنا نتفرج عليه. مبروك للتجربة دي، ومستنيين منك أكتر، مستنيين منك إنك يمكن تعمل ده كتير في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله مهرجان نبتة يكمل معانا طول السنة، ومن الحاجات اللطيفة قوي في مهرجان العالمين الجديدة يوسف حشيش، مذيع ومحاور الأطفال بنبتة. بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا ليك.